أحسن نعم. الله إليك. كثيرا ما يردد في إيش؟ كثير ما نسمع في الدعاء: اللهم نسأل، اللهم لا نسألك رد الغضاء ولكن نسألك اللطف فيه. يعني ما صحة هذا؟ هذا الدعاء الذي سمعته: اللهم إنا لا نسألك رد القضاء وإنما نسألك اللطف فيه، دعاء محرم لا يجوز، وذلك لأن الدعاء يرد القضاء كما جاء في الحديث: لا يرد القدر إلا الدعاء. وأيضا كأن هذا السائل كان يتحدى الله، يقول: اقضي ما شئت لكن ألطف. والدعاء ينبغي للإنسان أن يجزم به، وأن يقول: اللهم إني أسألك أن ترحمني، اللهم أعوذ بك أن تعذبني، وما أشبه ذلك. أما يقول: لا أسألك رد القضاء، طيب الدعاء وش الفائدة منه إذا كان لا تسأله رد القضاء؟ الدعاء يرد القضاء، فقد يقضي الله القضاء ويجعل له سببا يمنع. نعم. فالمهم أن هذا الدعاء لا يجوز، يجب على الإنسان أن يتجنبه وأن ينصح من سمعه يدعو بهذا الدعاء.